الفصل الاول صالون في بيت للصيد. يرجع تاريخه الى القرن الخامس عشر. في المستوى الاول الى اليسار نافذة ضيقة لا تفتح، وفي المستوى الثاني بانحراف يوجد باب ذو عقد يؤدي الى الحديقة. في العمق مدفأة تعلوها صورة عائلية. الى يمين المدفأة كوة تغطيها سجادة قديمة. الى اليمين في المستوى الاول توجد مكتبة، وفي المستوى الثاني باب، كما توجد في الغرفة مناضب ومقاعد ومصابيح مضاءة. مساء الخير يا لوران. أدخلني الخادم إلى هنا. كنت قد طلبت مقابلة واحد منكم أيها السادة عندما تفرغون من تناول العشاء. حسن، هذا هو أخي أيضا، سوف نستقبلك قبل أن تعد المائدة إذا لم تكن تشغلنا أكثر من بضع دقائق. ما الذي جاء بك؟ مسيو جيرار، إنني أعرف اليوم من هم أولئك الأشخاص الذين يعتدون على أراضي المنطقة. نعم، إنهم عصبة من عمال الفحم، وهم يعسكرون الآن في منطقة أشجار زان. ليس المهم الحصول على معلومات عن هؤلاء الأشخاص، وإنما الإمساك بهم. مسيو ريمون، هذا ما سأفعله هذه الليلة، لكنني سوف أتعامل مع رجال لا يوجد من هو أشر منهم، ومن ثم فإنني في حاجة إلى أن يعرف السادة مقدما لمن سيدفعون الحساب إذا وقع لي مكروه، وقد اتصلت بهم في الوقت الراهن وهذا ما قيل لي. إنك سوف تتلقى كل العون من زميلك. أصيب زميلي بالمرض وهو لا يستطيع أن يقف على قدميه، ولا شك أنه لن يشفى قبل يومين أو ثلاثة. حسن، انتظر إلى أن يشفى، لا تغامر بالتعامل مع أشرار خطرين كهؤلاء دون الاستعانة بصاحب. وهل أستطيع الليلة أن أتركهم يصيدون بحرية حيوانات الصيد البائسة، خاصة وقد سمعت أنهم عاقدون العزم على الصيد في منطقة الحقول الخمسة وكذلك في منطقة الطاحونة المحترقة؟ أفضل أماكن لصيدنا. يا للأوغاد. الحق معك يا لوران، لن نتركهم يفعلون ذلك، سوف نمنعهم من ذلك إذا. نعم، وحق السماء. لوران، ما الوقت المناسب لخروجنا؟ حيث إن هؤلاء القوم يعملون بعد غروب القمر مباشرة، فقد قررت الخروج في الساعة الرابعة ونصف. فلتأتي في تلك الساعة أمام عتبة الباب لتصحبنا. سوف نقرر في تلك اللحظة إذا كان الموقف يتطلب أن نستعين بأحد الكلاب، وسوف أنزل ومعي مصباح أحتفظ به في الطابق العلوي. والآن اذهب لتأخذ قصة من النوم. ما الذي يعطلك؟ حقا لو ان هؤلاء السادة سمحوا لي ان ابدي رأيي فانني انصحهم بان يناموا مرتاحين في الدور الارضي، فهناك يسهل الالتقاء بهم. حسن، سوف نكون ثلاثة مستعدين للهجوم، لن تجد نفسك وحيدا في مواجهة الخطر. لكنني انا الحارس يا سيدي، وانا مطالب بذلك بحكم واجبي. لا يوجد سادة وعبيد في مواجهة طلقات الرصاص، يوجد اولئك الذين يتقدمون الى الامام واولئك الذين يتخاذلون. هل هذا مفهوم؟ نعم، انني اعرف جيدا ايها السادة انكم تتحلون بالشجاعة. حسن، الى الملتقى اذا ايها الفتى. افعل مثلنا واحشو بندقيتك برصاص ثقيل العيار. مسيو جيرار، مسيو ريمون، سوف يكون حارسكم لورا جاهزا في تمام الرابعة والنصف صباحا. فليبقى امر هذه الرحلة سرا بالنسبة لزوجتي. نعم، بالتأكيد، فلسوف تشعران بالخوف دون المبرر، ولنتخذ من الترتيبات ما يجعلهما في حجرتهما لا يساورهما الشك في اننا غادرنا حجرتينا. هل تستطيعوا الدخول؟ لم يبق معكم احد ممن يلبسون احذية الصيد الطويلة او يرتدون الكاسكتات المشبعة برائحة الرطوبة. كلا يا زوجتي. غيمون، هل انتهيت من التقارير الخاصة بالصيد والترتيبات المتعلقة بهذه الرحلة؟ نعم يا زوجتي، نعم. ايها الخادم، هاتي هذه الخطابات والصحف. الماركيز دي نست، لك الصحف الخاصة بك يا ابن الخالة.
جيرار. جيرار، خطاب لك من دي لاموريه، المسيو بيفارس المقيم لدى السيدة جور جيرار. إنني أعرف الشكل المميز لخطابات موثقة وكلي وبعد. هذا لمدام جورجرا. مدام جورجرا، هذه النشرة تختصمانها معا. سيدي ساعة البريد يسأل عما إذا كانت لغة خطابات يحملها معه. دعوه ينتظر، لا تزال أمامي بعض خطابات لم أنتهي من كتابتها. أنا أيضا أحتاج إلى كتابة خطاب بطلب مزيد من أعيرة الصيد. الصيد، الصيد دائما. كيف تستطعنا أن تمنعنا هذه الجدران نفسها من التحدث وتكرار الإلحاح على آذان كن بالحديث، طالما أنها منذ مولدها كانت تمثل مكان اللقاء للصيد؟ نعم، لقد كان هذا المقر كما تشير إلى ذلك الوثائق القديمة هبة من الملك إلى أجداد ريمون وجيرار، مقر الصيد للملك شار، ولكن خيالي اختار صورة أخرى، وفي تصوري أن تلك الجدران عاصرت لقاءات غرامية تفوق في عددها اللقاءات المخصصة للصيد. هل تعتقد أن هذه الجدران كانت تستمع خلال حكم الملوك المتعاقبين إلى تنهدات أجنيه السوريل وديان دي بواتيه وفوسينز الحسناء؟ اعتراضاتي تذهب إلى ما هو أكثر جسارة. هذا المكان المنعزل المختفي في أعماق الغابات غير بعيد عن القصر الملكي، كل هذا يدفعني إلى التفكير في أن هناك سرا أكثر دهاء، وأن الأمر يتعلق بعشيقات للملوك لم تذع أسماؤهن كالمشهورات. وأحس بأن ثمة سرا خاصا يتنفس في هذا المكان المنعزل. وأستطيع أن أقول إن النزوة الملكية كانت تستخدم هذا المكان لخيانة المحظيات أنفسهن باتخاذ عشيقات أخريات يجهل التاريخ أسماءهن. هل يوجد يا ابن الخالة ثمة ما يستوجب الفجور إلى أن ترجع أسباب تعلق أزواجنا الملاعين بهذا المكان إلى سيطان آخر غير هواية الصيد؟ ولكن هذا المبنى الذي يرغمنا أزواجنا على الإقامة فيه 6 شهور كل عام لم يكن لوجوده غير سبب واحد، مجاورته للغابات التي ترتع فيها الغزلان وللبحيرات الحافلة بالبط البري. ونحن مطالبون بعدم تغيير أي شيء من معالم المكان احتراما لقيمته التاريخية. كم هو غير مريح ألا يكون لنا تحت سقف هذا البيت سوى 4 حجرات للأسرتين وغرفة صغيرة لا تتسع حتى لنوم خادمته، حيث إن هذه الغرفة ليست سوى ردها تسمح بالدخول إلى غرفة ليونور وإلى غرفتي. ومن ثم فقد كان لزاما علينا أن نبني مسكنا مستقلا للخدم. كرام ضيافتنا يشعر بالخجل وهو يبقي ضيوفنا الأعزاء الذين يرغبون في الإقامة معنا في مبنى ملحق. إنهم أطفالكم بصفة خاصة الذين يأسفون لعدم وجودهم تحت نفس السقف. من حسن الحظ أن ولدي وابن ليونور قد أصبحوا 3 رجال صغار، والكشك الذي يقيمون فيه مع مدرسهم قريب جدا من المبنى. لقد أزف الوقت يا جزيل لنقول لأولادنا مساء الخير. ليونور سوف أتبعك، أما أنتم فسوف نترككم وحدكم لبضع دقائق، لا تستغلوا هذا الوقت في قول الكثير من السوء عنا. يا للظريفات العزيزات، إنني لا أتمنى لهن سوى كل خير. عندما يتزوجن من أبناء خالتي الشباب فقد ضمنوا لأسرة الخلود، حيث إن الزوجة التي تركتني أرملا لم تعقب لي ولدا قط، ولن يكتب للشجرة أن تستمر إلا عن طريق خط القرابة الفرعية بواسطة ريمون وجيرار. لقد كان جديرين بتقديري وميراثي،
وإنني لأعتقد أنهم هم أيضا يبادلونني نفس المشاعر، وأستطيع أن أفاخر بأنهم لا يتعجلون موتي بحال من الأحوال. بالتأكيد بالتأكيد. يا لها من أفكار. ومع هذا فلو أنهم عثروا علي الآن ميتا بالسكتة القلبية فوق هذا المقعد فإنني أفضل أن لا يوصف للمظهر الذي يظهرون به. كلا، إنني أؤكد أنهم باعتبارهم من الصيادين الأشداء سوف يراودهم في نفس الوقت إحساس بالانتصار وهم يمددون جثتي الضخمة فوق البلاط. أنت تتهم بالباطل قلوبهم. أنت زميلهم من أيام الدراسة، وفي الوقت الحاضر أنت الصديق الذي لا يفترق عنهم، ومن ثم فمن واجبك أن تدافع عنهم عندما أهاجمهم. ولكنني كنت أمزح، غير أنني ألفت نظرك أولا إلى فارق ملحوظ بين مزاجي ومزاجي. لقد فطنت إلى ذلك من تلقاء نفسي. أليس كذلك؟ لم يكن أحد يتصور أننا ونحن ننحدر من أصل واحد يمكن أن نختلف هذا الاختلاف جسمانيا وأخلاقيا. هل تبتسم؟ كلا. بل نعم، لقد قرأت بعض الأخبار عن جدات المحبوبات، وهن الرباط المشترك الذي يربط بين عائلتي نست وجورجيران، وكيف كنا نتردد بشكل تجاوز الحدود على كريبيون ابن روسو وعلى إليمبير وبارني الفارس الشاب. وبهذا نستطيع أن نتخيل أنه أضيف إلى دمي الفلسفة الطبيعية والنزعة التحررية. هذا لا يهم، ولكن الشيء المؤكد أنني لا أشعر بالبهجة إلا مع حفيف ثياب زوجات أبناء خالتي ألا يحطن بشيخوختي. إنني أجد متعة في النظر إلى حركاتهن المنسجمة وأجسادهن الملفوفة وثيابهن الهفافة. إنهن متعة للعين، أسنانهن البيضاء الجذابة وأعناقهن البردة اللألاء التي يستطيع الإنسان ولا شك أن يوقد أصابع يديه منها. إن منظر هاتين المخلوقتين الحسناوين يعيد إلي أشهد ذكريات عن بنات جنسهن التي لم أتوصل إلى فهمها والتي تظل دائما كاللغز. أتعرف، أريد أن أصل في النهاية إلى هذه الحقيقة. الذي يحيرني ويثير قلقي ويغيظني أن أرى هاتين السيدتين متماثلتين في التصرفات العاقلة الظاهرة، وعندما أكرر أن واحدة منهما تخفي اليوم وبالأمس وفي الغد أكثر الأسرار خطورة. إنك تثير دهشتي. كلا، كان من الأفضل لي أن أحتفظ لنفسي بهذه الملاحظة لو أني كنت أخاطر بأن أنقل إليك خبرا. ما الذي تريد أن تقوله؟ أريد أن أقول إنك بطل المغامرة التي تخوضها واحدة من هاتين السيدتين. أنا؟ إنني أتساءل في الواقع عن الدافع الذي يدفعك نحو هذا المزاح، وكيف ينبغي لي أن أتقبل هذا المزاح. لقد مضت بضع ليال على هذا الحادث. الرجل في مثل سني يعاني من القلق، وأنت تعرف أن حاجز المبنى الذي نقيم فيه رقيق ورنان. لقد سمعتك تهبط من فوق الحاجز ثم تعبره. هذا خطأ. لقد رفعت ستائر غرفتي ورأيتك. كان ضوء القمر قويا ولكنك لم تعبأ به، ظنا منك ولا شك أن الوقت في منتصف الليل وأن الجميع هنا يلزمون حجراتهم كالدجاج ولا بد أن يكونوا مستغرقين في النوم. رأيتك تتجه نحو هذا البيت ثم تسير فوق الحصى الذي يوجد أمام تلك العتبة، ولم يكن أمامك سوى أن تلمس باب الحديقة هذا حتى ينفتح لك. وبقلب الرجل العجوز الذي مر بتجربة الحب شعرت برقفة تسري في بدني عندما رأيتك تحتفي، وخيل إلي أنني أرى فم الذئب ينطبق عليك وعليها. عليها؟ من تعني؟ ليونور أو جيزيل، واحدة من الاثنتين. يا إلهي، ولكن من منهما؟ أية واحدة منهما التي تعود إلى هذا المكان في هدأة الليل متسربلة بالظلام
لترفع الرتاج عن هذا الباب. منذ أن وقعت على هذا الاكتشاف وأنا أحاول عبثا عن طريق مراقبتي لحركاتهن في المشي ونبرات الصوت عندما تتحدثان معك أن أعرف من منهما التي تتصل بك. وحتى هذه اللحظة كنت لا أزال أحاول أن أقرأ على ملامح الزوجتين أيهما تكون العاشقة، ولكن الزوجين كلاهما يتماثلان كذلك في الرجولة والخشونة والإخلاص والولاء لعش الزوجية. لا يتميز الواحد أو الآخر منهما بعيب خاص أو موهبة متفردة بحيث يمكن التمييز بينهما، وهما كذلك يتقاسمان شرف عدم خيانة زوجتيهما، أو هكذا كان الحال. من تكون تلك الزوجة بين الاثنتين التي لا ترى في زوجها الرجل الذي يقوم بواجباته على الوجه الأكمل؟ أهي جيزيل؟ أيمكن أن تكون ليونور؟ من هي الإنسانة التي تحمل بذور الخيانة في قلبها وعقلها أو ربما بين أحشائها؟ أمر لا يمكن القطع به. إنها حواء الخالدة. دعت من هذا، نكره الحالم، لقد طرأ لك كل ذلك في حلم بالليل. لقد ظللت ساهرا حتى عودتك، وكانت الساعة تقترب من الخامسة وكانت الشمس توشك أن تشرق. صدقني إنني لا أنساك وراء الرغبة في تقييد حريتك، ولست بحال تحت سيطرة غيرة الشيخوخة من سعادة الشباب، ولكنك تعرف جيدا أبناء خالتي وأي طراز من الرجال يكونون. وهذه الصور المعلقة على الحائط، إنني أرى جدهم للثير دي جورجيران يبعث تحت سقف بيتهم، ذلك الجد الذي كان أسدا في المعارك ومات أشبه بالقديسين، تاركا كل ثروته لأحفاده، وقد أراد في نفس الوقت أن يعيد خلال حياته تطبيق قانون قديم يقضي باقتلاع عيني أي غاصب يصطاد أرنبا بريا من أرض مقاطعته. وقد توارث الأبناء من أسرة جورجيران عن آبائهم الخشونة في المطالبة بما يعتقدون أنه ملك خاص بهم. لا تدع الأمور تفاجئك أنت وصديقتك الشابة التي ترتكب معها الخطيئة، وسواء كان الزوج هو جيرار أو ريمون، لا تنسى أنه بطل مغوار، ميال لسفك الدماء، مفرط في الشراب، نهم في الأكل، يتثاب عندما يهبط الليل، ولكنني أتخيله مع طلوع الفجر وهو يصيح متيقظا شديد الرغبة. ويا لها من مغامرة إذا فكر في زوجته، فإنها الرغبة المفضلة لديه، إذا تحركت لديه حدث ما. اسكت. عفوا، لم أكن أعتقد أنني في مواجهة عاصفة على هذه الدرجة من التطرف. كنت أتخيل ميول أشخاص على الطراز الذي كان موجودا في القرن 18. ليس من حقك أن تقرر شيئا فيما يتعلق بقضية يثيرها توتر أعصابك. لدي الاعتقاد الجازم بأنك تغامر أنت وتلك الشابة التعسة بمواجهة مصير مشؤوم. لهذا السبب فأنا أصر على توجيه النظر. إنني أعرف أن الوقائع صحيحة سواء سلمت بذلك أم عرفت، ولن يحول حذرك الشديد دون وقوع الكارثة هنا. وعندما أتحدث إليك للمصلحة الحيوية التي تتعلق بامرأة عزيزة عليك، فمن واجب حبك أن يصغى إلي ويستجيب لنصحي. ما الذي تريد أن تضيفه؟ حسنا، أبذل أقصى ما في طاقتك وتخلى عن عاطفتك نحوها. مستحيل. ولكنك سوف تجد نفسك مضطرا الى ذلك في يوم من الايام. لن تنجو من اكتشاف امرك في هذا المكان الريفي المنعزل المحدود الذي ترى فيه جميع الاشياء بوضوح كانما تنظر اليها من وراء بيت من الزجاج. واذا استطعت ان تفلت فلا مفر من افتراقك عنها. واعتقد انه لم يجل في خاطرك قط ان تختطفها. الغوادري راودني هذا الخاطر 100 مرة، وقد هددتها من خلال دموعي ودموعها بأن أتركها وأذهب إلى مكان بعيد، ولكنها أم، وقد اصطدمت بنفس تغلب عليها عاطفة الأمومة المتدفقة وهي في نفس الوقت متأدية العاطفة، وانتهى الأمر إلى أنها هي التي قهرتني وجعلتني أظل مثلها مرتبطا بالأسرة.
ما الذي تريد مني أن أفعله؟ إذا كنت ملتزما في سلوكي بالحذر الشديد ولا أحس بما يشعر بالمهانة. في هذه الحالة ليس أمامي سوى أن ألفت نظرك إلى شيء واحد. قل لها إن الصدفة هي التي جعلتني أكتشف العلاقة بينكما حتى تفكر في الأمر وحتى تعلم أنها تحت رحمة كل المصادفات الأخرى التي يحملها الغد. هل تفعل ذلك بأمانة؟ سوف أعيد على مسامعي كل ما قلته. سوف أخبرها بهذا اللقاء الذي تم بيننا. عما قريب؟ عما قريب. ربما كان الأفضل هذه الليلة. أرجوك. الشباب. بفعل أود أن أنبئك بشيء. إن ابني مولاوفيك، فأنت من وجهة نظري تمثل جميع الفضائل والقمة بكل الأهداف التي يتطلع إليها. فهو بدلا من أن يحلم كغيره من الأطفال بأن يصبح ضابطا عندما يكبر، فإنه يجيب على كل أسئلتي بقوله: ماما، أريد أن أكون المسيو دي بيفار. يا للطفل المسكين. أما بالنسبة لأولادي فهم يشعرون بالرهبة تجاهك. لا شك في أنهم معجبون بك أيضا فيفارس، ولكنني لاحظت أنهم يشعرون ببعض الخوف تحت وطأة نظراتك. إنهم مخطئون ولا شك، لأنني أراهم بالغ الظرف كما هو الحال بالنسبة لأمهم. هل دقت السيدة الجرس؟ كلا كلا. أنا الذي استدعيتك. حسنا، إليك هذا البريد. لا داعي لرجوعك. أغلق باب الخدم أثناء خروجك، وسوف نغلق الباب هنا بعد انصراف السيدين. سلم هذا الخطاب لساع البريد. حسنا. ميسيو نست، اقرأ علينا أخبار الصحف يا ابن الخالة. أثناء هذا الموسم يظهر أن كل شيء في إجازة: المحاكم، الجمعية الوطنية، والزواج، والوفيات. هذا عنوان مثير. مأساة عائلية ضخمة. زوج ينتقم. فلأشغل نفسي في عمل البرودري. اقرأ علينا هذا الحادث. هذه الموضوعات تثير تقززي. ربما تكون تفاصيل الخبر مفزعة. والأتصفح على هذا الكتاب. لا تخت شيئا وأنت تتلو هذه الأخبار المفزعة. سوف أستجيب لكن. إذا أخطر بعضهم المسيو تي وهو يعمل صرافا في أحد البنوك أن زوجته تخونه، وقد حاول المسيتي أن يباغت الجانيين لينتقم لشرفه، وعندما لم ينجح في محاولته قرر أن ينتزع اعترافا من زوجته عن طريق استخدام العنف. واعترفت زوجتي بأنها استجابت لغواية عاشق، إلا أنها رفضت بإصرار التصريح باسم العاشق في مقابل إبقاء الزوج على حياتها. وأمام ذلك الموقف تسلح الزوج التعس بسكين من المطبخ، قطع به رقبة الزوجة الخائنة. يا للمفرحش. وتلك الزوجة التعس التي ذبحت كالإوزة، هل كنت تطلبين منها أن تقبل ذبح الرجل الذي استسلمت لغوايته بدلا من أن تقطع رقبتها هي؟ كلا بالتأكيد، ولكن أي غضب أحمق ذلك الذي دفعها إلى الاعتراف. بقية من الإخلاص أو ربما الشرف. الشكوك التي تنتاب الإنسان أمام السكين، أمام شخص يصيح في وجهك: تكلمي قليلا حتى أذبحك، تكلمي أكثر حتى أجري وراء عشيقك لأذبحك. اسمعوا لي، إنني لا أتكأس. أي واحدة من نسائنا أو بالنسبة لي يفقد الإحساس بمعاني الكلمات التي ينطق بها. لقد أثبت لينور منذ لحظة العاشق بالرجل الذي استسلمت الزوجة لغوايته كأنه إنسان مقدس. ويجيء الدور الآن على جيزيل
لتشير بكلمة الشخص في معرض الحديث عن الزوج المعتدى عليه الذي يستخدم حقه الشرعي والذي لم يرتكب من وجهة نظري سوى خطأ واحد، ذلك أنه لم ينجح في قتل العاشق مثلما قتل الزوجة الخاطئة. ولكن مبادئك الأخلاقية ليست ممقوتة فحسب، إنها تدل على الحمق أيضا، فهذه المبادئ تنفل كل تناسب بين الأشياء. إن الزوج المتوحش الذي يتمسك بهذا المبرر أنت تخوني ناني فأنا أقتلك ليس أكثر من وحش لا يؤمن بالمنطق، وأنت ترى أمامك تعبيرين يتعارضان تماما أحدهما مع الآخر مثلما ما هو الحال بالنسبة للكمين والحمى. أما بالنسبة لهذه الحالة، القتل لا يعادل الخيانة، الخيانة شر، أما القتل فهو الشر المستطير. عندما تقتل إنسانا فأنت تعامله كعدو لدود، في حين قد تكون الزوجة أحب الأصدقاء لزوجها ورغم ذلك تخونه. هذه وجهة نظر. وما هذا الذي تردينه على ما سمعنا؟ هن زوجات نعرفهن. بعض الزوجات. ريمون، كيف تستطيع أن تبرر شرعية مثل هذا القتل في العصر الذي نعيش فيه بعد 2000 سنة من المسيحية، حيث يسمح بالانفصال بين الزوجين وبالطلاق في حالة التشدد، وحيث يوجد التسامح بصفة خاصة في الدين؟ يربط اليمين على الإخلاص بين الزوجين حتى الموت. وبالنسبة للقانون، فرغم تعديل كثير من مواده خلال 100 سنة الماضية، إلا أن المادة التي تلتمس العذر للزوج الذي ينتقم لشرفه ظلت دون مساس، وهي بذلك تؤكد أنها تتمشى على الدوام مع روح العصر الذي نعيش فيه. إن المرأة الخائنة التي لم تعد تكن لزوجها سوى النفاق، والتي تسلم سكتيها لرجل آخر وتطلعه على أسرار جسدها، تلك المرأة تصبح غير جديرة بأن تحمل اسمها، إنها تصبح حيوانا وضيعا لا تعدو أن تكون كلبة للشيطان تستحق القتل مع الكلب الذي يتبعها. يا للفظاعة. هذه قسوة بالغة، إن هذا يتجاوز كل الحدود المقبولة. من الواضح أنك تبدي الرأي في مشكلات لا تمسك، ومع هذا لنفرض أنني ارتكبت حماقة أو خطأ جسيما، وقدر أن تكتشف الأمر، ما الذي يحدث في الوقت الذي أكون فيه؟ نعم أدرك ذلك، تنسى السنوات العديدة التي قضيناها في محبة في غمرة اليأس الذي يسببه لك أول جرح منذ زواجنا، وأنت الذي لم تكف لحظة واحدة عن أن تكون أعز صاحب لي. في تلك اللحظة لن أكون أعز صاحب، لأني أكون الشخص الذي قمت بخيانته. ماذا؟ هل تغتمي فوقي كالجلاد وأنا أتطلع إليك بحكم العادة لتحميني، لتخمد أنفاسي وتغرقني في بركة من دمائي؟ نعم. إنني لن أسلم لك بمثل هذا الحق. إذا كان هذا يوجد في شرعك فإنه لا يوجد في ضميري. إنني لن أرى في ذلك التصرف سوى معركة خسيسة بين القوة والضعف، وإنني لا أبيح لنفسي أن أستنكر هذا التصرف. لا يوجد ثمة ما يدعو إلى ذلك. جيرار، باعتبارك الأخ الأزهر فإنني على الأقل أستبشر بالتزامك الصمت تعزيزا لموقف الاستهجان الذي نقفه نحن. بالنسبة لي، لو أنني تزوجت امرأة أخرى غير ليونور وصدر عن تلك المرأة في يوم من الأيام فعل مخل بشرف، فإنني أعتقد أنني كنت أبقي على حياتها، ولكن الذي أعرفه جيدا بالنسبة لعشيقها فإنني أقتله كما أقتل اللص الذي يعتدي على أمناكي. بهذه البساطة رجل يقتل رجلا؟ الرجل لا يقتل رجلا آخر. حسن بالرغم من هذا
فإنني لا أتردد لحظة في قتل الرجل الذي يستولي على زوجتي مثل استعدادي للموت من أجلها أو في سبيل الدفاع عن وطني وأملاكي، أو ببساطة في سبيل الدفاع عن الأرانب البرية التي تعيش فوق الأرض التي أمتلكها أنا وريمون. فيما يتعلق بي أنا الذي لا يريد أن يعترف لدولتنا فرنسا نفسها بحق قتل الأفراد، فإنني أعلن بأعلى صوتي أن هذا الحق يجب أن يحرم تماما على الفرد. إنني أعرف ولا شك أنه من العبث الإفاضة في الحديث عن التصرفات العمياء التي يمكن للعاطفة الهوجاء أن تمليها على الإنسان في لحظة الغضب، ولكنني أقول إن آراءك حول شريك الحياة الزوجية مع ما يساند عليه من مبادئ ضخمة يساندها القانون وتقرها التقاليد، فإنها بالرغم من ذلك تصدر عن أحقر الدوافع الإنسانية البغيضة. إن الرجل أو المرأة، الأزواج أو العشاق الذين يبيحون لأنفسهم حق القصاص مثل هؤلاء الأشخاص يجسدون بالغضب الدامي كل الآثام الكبرى: السهو، الحسد، الغضب، الرغبة السوداء التي تستولي على العقل. إذا كانت هذه هي نظرياتك التي تعتقد في صوابها، فمعنى هذا أن خرمه حتى يتساوى البناء كله مع أول زلزلة للمصلحة الشخصية، وحتى يظهر فجأة إنسان الكهوف سواء بالنسبة للرجل أو المرأة في ثياب الزمن المعاصر مسفرا لضحيته من تحت الابتسامة الواهية عن إنسان الغابة. ولكننا بكل تأكيد لا نتكلم نفس اللغة. طاب ليلكم. هل تعود إلى حجرتك؟ لماذا تتعجل هكذا؟ هل تصدمك حقا المعتقدات التي ندين بها؟ وبالنسبة لهذا فإنني أعرف طباعكم منذ وقت طويل على حقيقتها، ولكنكم تحون إلي في بعض اللحظات بحاجتي إلى استنشاق الهواء النقي. إنني ذاهب لأستنشق نسمات صديقة الطبيعة الحديثة على الوجه الذي صنعه التقدم، ذلك لأن الحضارة ولو لم تنجح في تحسين الكائنات البشرية فقد نجحت على الأقل في زخرفة الأشياء. بين هذا المكان والشاليه الذي أقيم فيه يوجد ركن صغير غطته الزهور كأنما حدث ذلك بمعجزة، في حين اختفت الأدغال القائمة التي كانت تعوي فيها الذئاب. ويوجد اليوم ممشى يغطيه الرمل الناعم ورياض مزدهرة ونافورات للمياه الجارية يفد إليها ليشرب في بعض الأحيان عصفور صغير له ذيل رشيق ورأس زرقاء. أنا عندما أعبر هذا المكان ينتشي قلبي إلى المستقى في الغد. الساعة الآن 10:00، إنني سوف أحذو حذو الماركيز. كيف؟ أنت أيضا سوف تتركنا؟ لو أنهما ظل يستمعان إليكما أنتما الاثنتين لسوف تجعلان سهراتنا هنا تمتد إلى وقت متأخر مثلما يحدث في باريس. أما هنا فيتحتم على ابن خالتنا أن يستيقظ على صوت صياح الديك. أما بالنسبة لفيفارس فإذا كان يشاركنا كل هذه الحفاوة بالحياة الريفية الكاملة فإنما لأن ذلك يناسب صحته. واسمحوا لي أن أضيف أنني وجرار من أنصار النوم المبكر مثل الصيادين. في أي ساعة تعودت على أن تستيقظ في الصباح؟ بين 6:00 و7:00. وأنت كذلك يا جراف؟ تقريبا فيما عدا ساعة النوم. إنني أحب أن أجهز مستلزماتي في وقت مبكر، وفي هذه الحالة تكمن في داخلي غريزة الجوال في الغابات التي تجعلني أستيقظ في الصباح الباكر، وريمون شبيه لي في هذه الناحية. هل لديكم مشروع للصيد بصفة خاصة في الصباح المبكر؟ كلا. لا توجد لدينا أي مشاريع للصيد. تمتع بنوم هادئ إذن. ولكننا سوف نسير معك بعض الطريق إلى الشاليه. لا فائدة في ذلك، معي بيباس أتحدث معه وهو يصاحبني حتى المسكن، وأنت أيضا تمتع بنوم طيب يا ريمون. شكرا لك يا ابن الخالة. جيزيل، طبت ليلتك أيتها الفاتنة، وأنت يا لونور
ليلة سعيدة سعيدة. ليلة سعيدة. إلى الغد يا جيزيل. إلى الغد. إلى اللقاء يا سيدتي إلينور. إلى الملتقى يا سيدتي. إلى اللقاء. ألم تصعدي إلى حضرتك؟ سوف أبقى قليلا لأعمل بعض الوقت. وأنت؟ سوف أبقى في صحبة إلينور. لست ملزمة بذلك يا سيدتي العزيزة. ولكن يا سيدتي العزيزة إنني أجد ذلك من بواعث سروري. حسن إذا حسن قبلي زوجك. وأنت كذلك قبلي زوجك بطريقة أفضل مما فعلته جيزيل مع زوجها. هل سمعت هذا الدرس؟ لا ليس في هذه القبلة أيضا أدنى حرارة. ولكن هذا لن يمنعني من الاستغراق في النوم. هيا بنا فلنذهب لنرتب. سوف ألحق بك. مساء الخير للشركة. هل تسيحين أيتها الصغيرة سيئة السلوك؟ رقبتي إنك تغيظني. تذكري جيدا ما ينتظرك لو أنك قمت بخيانتي. صحيح أنني غاضبة. إن الزوج لا يصبح لطيفا عندما يعلن لزوجته أنه لم يعد يرى فيها سوى حيوان دنس يجب القضاء عليه. إنني أعرف أن هذا الرأس يتوقف على شرط، وحمدا لله أن هذا الشرط لا ينطبق عليه. ولكن اللهجة التي تكلم بها غيمو جرحت احساسي من حيث مساسها بالتعاطف الغريزي الذي نشعر به تجاه النفس البشرية ومن اجل المخلوقات التي تنتمي الى جنس الفرد. لم استطع ان اقاوم انفعالي. في يدي انها لا تزال ساخنة. اهدئي عزيزتي. الانسان لا يحس بالاختناق في هذا المكان، وهو كذلك مشبع اقصد برائحة الدخان. انت فتحنا الابواب للتخلص من الرائحة. ولكن نعم، انني لا ارى ثمة ما يبرغ اغلاق المكان بهذه الطريقة. إلينور، انت التي سوف تفتحين الباب، هل تحاولين؟ يا إلهي ماذا؟ كلا إنه مثل للغاية. إنني أتخلى عن المحاولة. اتركي لي هذه المهمة. نعم إلينور، إنه كالشيطان. لقد نجحت المحاولة. قولي إذن إلينور، إنك لم تقفي في صفي وأنا أجادل زوجينا. صحيح أن زوجك أقل ميولا عدوانية من زوجي، وهو لم يبدي رأيه بالإصرار على قتل شريكة حياته في الحالة التي تعرضنا لها. إن الاستماع إلى رأيي يوحي بأنه على استعداد لأن يفعل المثل. كيف ذلك؟ لنفترض أن المستحيل قد حدث وأنني أصبحت آثمة ذات يوم، وأن أمري قد انكشف ونفذ زوجي الفكرة التي أعلن عنها منذ قليل، من حيث إنه يقدم على قتل العشيق الذي أحببته على أن يتركني أنا على قيد الحياة. ألا تعتقدين أن المخرج الوحيد للخلاص من هذا الموقف هو أن أنتحر؟ ماذا؟ إن الإنسان لا يستطيع أن يتأكد من قدرته على أن يقدم على ذلك. لا يكفي الإنسان أن يجد الطاقة البدنية، إن القلب يكون في العادة محكوما بخيوط يصعب على الإنسان أن يتخلص منها، كما أن التفكير في الأبناء. بالتأكيد إلينور. بالنسبة لي هناك ابني الصغير الذي لا أستطيع أن أتركه عن طواعية، وأنا أختار الموت كما لا أستطيع أن أتخلى عنه وأنا أختار الحياة. ما هو مستقبل امرأة تواجه ذلك الموقف ويبقي زوجها على حياتها لتعيش بجواره بعد أن يكون قد عاقبها بقتل الرجل الآخر؟ سوف ترى القتيل على يسارها بصفة دائمة والقاتل على يمينها. ياي،
نعم هذا أمر لا يحتمل. ولو أن الزوجة العاشقة تذكرت أنها كانت السبب في الكارثة لإهمالها في أحد المواقف أو لعثرة من عثرات اللسان، فإنها سوف تحس أنها القاتل الحقيقي للزوج. يونار أنت فعلا محقة في هذا. منذ تلك اللحظة سوف يظهر لها شبح القتيل وهو يقول نعم أنت القاتلة. يونار ألم تعي وامض البرق؟ كلا أيتها المتشائمة، إنك أنت التي تطرقين مثل هذه الموضوعات الفظيعة التي تثير أعصابنا. أما أنا فلا أعتقد في الأحاديث التي يمكن أن تجلب الصواعق. سماء صافية، ولكن نسمة من الهواء قد بدأت تهب، فلنحاذر أن نصاب بالبرق. ما هذا ليونور؟ أراك تطوين الكتاب. لم تعد لدي رغبة في القراءة. سوف أقوم بدوري وأخذ كتابا من المكتبة. هل تفكرين في القراءة بالسرير؟ حتى يساعدني ذلك على النوم. الواقع إن الوقت لا يزال مبكرا. يزال. هل تتركين لي المجلات؟ بكل سرور. شكرا شكرا. يونور، يجب أن نتذكر معا أن غيتاك الباب لم يعد إلى مكانه. أجل سوف تكون تلك مهمة جسيمة. هل تتوقعين أن يدخل أحد؟ الفصل الثاني. نفس المنظر. المكان مظلم في البداية. ريمون وحده. يدخل ريمون من الباب في المؤخرة مرتديا ملابس الصيد وبندقيته معلقة على كتفه، وهو يمسك مصباحا في يده يتطلع إلى ساعته. ساعة الآن 4:30. هذا ما يمكن أن يسمى المواظبة على الموعد. فلننظر كيف حال الجو في الخارج. ما هذا؟ لقد فتح أحد من قبلي. لا شك أن جيرار قد سبقني إلى مسؤول. لورا، هل أنت هناك؟ نعم يا مسيو ريمون. هل رأيت أخي وهو يخرج؟ لا يا سيدي، فقد وصلت منذ لحظات. لا شك أنه توجه إلى حظيرة كلاب الصيد ليحضر واحدة من الكلاب. سوف تتوجه إلى الحظيرة، وإذا التقيت بأخي فعليك أن تعود على الفور. أما وإذا لم تعثر عليه فلا داعي لتحملك مشقة الحضور مرة ثانية. سوف تنتظرنا في تلك الحالة هنالك إلى أن نمر عليك ونأخذك في طريقنا. استمع أيضا. ريمون من؟ ليفارت؟ ليفارت، من أين أنت قادم أيها الشيطان؟ كيف؟ إذا فقد كنت أنت الذي ينزل على السلم أمامي 4 درجات في كل خطوة؟ نعم، فوجئت أنا في غرفتي بألم عصبي لا يحتمل، وفكرت في أنني أستطيع أن أعثر على الأجدخانة في الردهة دون أن أزعج أحدا. كان من الطبيعي أن أحسبك ريمون، طالما أن الغرفة التي رأيتك تغادرها هي الغرفة التي تجاور غرفة زوجتي وزوج أخي. لذا
لم يكن معي مصباح، وكنت أسير على هدى أشعة القمر المتسربة من المنور، وقد ضللت طريقي. لماذا لم تجب عندما ناديتك خلال السكون بصوت منخفض؟ لم أسمع لذلك. لماذا حاولت الهروب جريا إذا؟ أعترف أن ذلك كان تصرفا غبيا من جانبي، ولكنني سرعان ما أدركت أنني سلكت طريقا خاطئا، ولم أكن أعرف في نفس الوقت أين قادتني خدمات. وبدلا من أن تفسر له موقفك بجلاء فضلت أن تهرب. أكرر لك مرة أخرى أن أعصابي خانتني. لقد وجدت نفسي في موقف لا يسمح لي بالاختيار بين هذا الرأي أو ذاك، وأراكما منذ تلك اللحظة توجهان إلي الأسئلة معا في شيء من الحدة، إلى الدرجة التي ادفعني إلى أن أعي أنكم قد تجاوزتم الحد. من أي مكان استطعت الدخول إلى هذا البيت؟ نعم، من أي مكان؟ لا شك أنك دخلت من هذا الباب. أجل، طالما أنني عدت إلي عندما عرضت سبيلك في المرة الأولى. تماما، فقد أغلقت هذا الباب بنفسي في المساء، أغلقته بيدي هاتين. يبدو أنك لم تحكم إغلاقه. كلا كلا، بني متأكد من أنني أغلقت الباب بإحكام، ولابد أن إنسانا آخر فتحه بعد ذلك، ومعنى هذا أن شخصا كان ينتظرك. من يكون هذا الشخص؟ زوجتي أم زوجة سريعون؟ نعم كفى، لقد قدمت لكم التفسير المقبول، وسوف أعتبر أي سؤال آخر يوجه إلي بمثابة اتهام. لن يجديك شيئا أن تتظاهر برباطة الجبس. أيها التعب، أيها هذا جنون. يجب أولا أن نحدد من منا الذي يتعامل معه. أكرر مرة أخرى أنكما ترتكبان حماقة كبرى. فلنصعد نحن الاثنين كل إلى غرفة دومته، وبهذه الطريقة سوف نفاجئ الآثمة. ليونور. إنها ليونور. كيف تصادف وجودك هنا؟ أنت قادمة إذن لتغلق الباب بعد انصراف عشيقك؟ كلا. إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا كانت لديك حجة تتضرعين بها فأسرعي بإعلانها في أقصى سرعة ممكنة. يا إلهي، لا تعنبني بهذه الطريقة. لماذا كنت تحاولين الاختفاء؟ لماذا أنت محاربة هكذا؟ إنني لم أحاول الاختفاء، كنت أسقط ولم أحاول الهرب، وقد جئت لأتحدث إليك. نعم، لقد أزعجني الحديث الذي استمعت إليه مثلما أزعجكما هذا الذي تقولاني. استيقظت على صوت جلبة صادرة من هذا المكان، وخشيت أن تكون تلك الجلبة صادرة عن اللصوص أو بسبب حريق شب في الدار. طرقت إلى وضع الروب فوق أكتافي وجريت إلى حضرتك، فتبين لي أنك غادرتها. ازداد قلقي، وكان من الطبيعي أن أسرع إلى السلم لأرهف أذني، ثم دفعني الفضول إلى الهبوط إلى السلم عندما ميزت صوت ريمون أولا ثم صوتك بعد ذلك. وصوت بيبارس أيضا. نعم، وصوت بيبارس كذلك. لقد قلت لك عليك بالصمت. لا تفوق بكلمة واحدة. حيث إنك قد عرفت الأمر الذي يشغل بالنا، فمن الذي طلب منك المجيء على الفور لإثبات براءتك من التهمة؟ إنني لم أعترف بأنني أواجه اتهاما. أنت تواجهين هذا الاتهام. ماذا؟ أو على الأقل فأنت تواجهين الاتهام الذي يوجه إلى الأخرى. ريمون، إنني لست مسؤولة أمام شخص آخر غير زوجي. بأي حق تحدثني بهذا الأسلوب؟ إنني أدافع عن زوجتي الغائبة والرجل الذي نمسك به. أنت التي رفقتي حتى هذا المكان، وبينما كنت مستيقظة فإن جديد لم تتحرك، إنها نائمة في مخدعها. وما الذي تعرفه؟ إن الجلبة التي صدرت عنا كانت كافية لطرد النوم، وهو على العكس أمر قد ينفي التهمة عن زوجتي التي كان يمكن أن تظل بعيدة عن هذا المكان لو أنها أحست بوجود ثمة خطر يتهددها، فكان من السهل عليها أن تظل خاضعة في مخدعها مخفية رأسها تحت الوسادة. جزال، فلننتظر، إنها لا ترد عليك. جزال، اذهب إليها إذن. فيبارس، انتهت فرصة غياب ريمون لتعلن انك لم تكن خارجا من غرفتي. ولكنني لم اكن خارجا من غرفتك او غرفة زوجة ريمون. لقد حدث خطأ مشؤوم لا يريدون الاعتراف به، لقد شرحت لهم الامر. انتهز الفرصة الاخيرة المتاحة لك وصف حسابك معي. لو انك رفضت ان تكون صريحا بيننا نحن الثلاثة
فسوف أفسر ذلك على أنه اعتراف من جانبك. قدم له الدليل على أنني لست المقصودة. كيف؟ ما الذي أستطيع أن أقوله؟ ما الذي تريدين مني أن أفعله؟ سوف يكون ذلك سرا أبديا بيننا. لا تتركني تحت رحمة الاتهام. أشفق علي من المهلة التي تراني أواجهها، وتكلم بسرعة خلال اللحظة التي تستطيع أن تفعل فيها ذلك دون عاقبة سيئة. أتوسل إليك أن تعجل، بل إنني أتضرع إليك يا ميسيو بوفار. أنت ترين الموقف الذي أواجهه. ليس في مقدوري أكثر مما هو في مقدور أي شخص آخر هنا أن يضع حدا لهذا الكبير. لقد مررت بالقرب من الحجرات دون أن أجتاز عتبة إحدى غرفتي نوم الزوجين. أوه، إنك قبيح في معاملتك لي. لماذا تتعجلين منه أن يشهد على براءتك؟ ألا تأمرين إذن في أن جيزيل التي لا تزال في الطابق العلوي يمكن أن تنفي عنك التهمة؟ إذن فأنت تعلمين أن لا تخشى أن تقع هذه التهمة على كاهيريا. لقد كنت أستمع إلى جيزيل منذ بضع ساعات، وهي تعلن أنها ليست الشخص الذي يمكن أن يرتكب مثل هذا الخطأ في حال من الأحوال، ولكن الفكرة المسيطرة على ذهنك تعمي ذاكرتك أيضا. كلا كلا، إنني أذكر ذلك في الواقع، ولكن بالرغم من ذلك ألا تعتقدين أن جيزيل مع افتراض أنها أخلت بواجب الأمانة يمكن أن تزيد الأمور سوءا إلى درجة أن تلقي الخطأ على عاتقك نيابة عنها؟ لا أحد يستطيع أن يعرف قط ما يمكن أن تقدم عليه المرأة في سبيل أن تنقذ حياة عشيقها. جيزيل مستغرقة في النوم. هل أنت واثق؟ لقد كانت مستغرقة في النوم إلى حد أنها لم تدرك مغزى كلماتي، لكنها بمجرد أن أفاقت من النوم وأدركت أن شبهة من الاتهام تحلق فوق رأسها وثبت من مكانها وهي قادمة. هل أنت واثق تماما من أنها لم تقم بأي خدعة من جانبها؟ ما هي الأسباب التي تدفعك إلى الإصرار على الكلام بهذا الأسلوب؟ ما الذي قيل في غيابي؟ هو بيفارس الذي فعل ذلك؟ إنه لم يشاء أن ينطق بكلمة واحدة. ورغم هذا فيبدو أنكم اتفقتم على فكرة معينة. أنا وأنت متفقان على ألا نقول سوى الحقيقة. هذا أمر مسلم به طبعا. حسن، لقد كانت لجيزيل هذه الليلة آراء بالغة القرابة. لمن تقول هذا الكلام؟ رغم المظاهر التي تبدت لي وهي كفيلة بأن تطمئنني، إلا أن تذكر الكلمات التي قالتها جيزيل تزعجني. لا، هي قادمة. ماذا تريدون؟ جيرار، ما الذي تجراء على قوله في غيبتي؟ ماذا قيل؟ ريمون؟ ريمون، إنني لا أفهم شيئا، لا أفهم شيئا، لا أستطيع إلا أن أسكت تاركة الكلام لمن يجب عليهم أن يتكلموا. جيزيل، هذا كل ما لديك؟ ألا تعتقدين أن الواجب يملي عليك أن تدافعي عن نفسك؟ هل تعتقدين أنك تستطيعين التمسك بهذا الموقف؟ نعم جيرار. إذن فالحديث موجه إليك أنت. إذا لم يكن الكلام يخيفك فدافعي عن نفسك. كلا، إن الحق معهما، إنهما لا تملكان غير الصمت أمام اضطراب تفكيركما. إننا لا نستطيع أن نخرج بنتيجة من المواجهة بين زوجتينا ما لم يتم للحظة إبعاد هذا الشخص، فإن وجوده يزيد من قدرة المرأتين على التلاعب بنا. ليفارس، عليك ملازمة غرفتك والانتظار حيث أنك لم تعد ضيفا علينا وإنما أنت أسيرنا. سوف تجدونني حيث تشاءون، وإنني لا آمن أن تكتشفوا إلى أي مدى كنتم مخطئين. عندما يعود الهدوء إلى البيت فسوف أعود لأعتذر لزوجتيكما بسبب سوء الفهم الذي لحق بهما دون مبرر. إن خدعته الأخيرة لن تغير رأينا. جيزيل، جيزيل، تلك الآراء الممقوتة التي أعلنتها هذه الليلة نفسها أمامنا، ألا تدركين يا جيزيل؟ ألا تدركين الآن المغزى الذي يمكن أن تتركه مثل تلك الكلمات في ذهنك؟ ريمون، ريمون، كيف يمكن أن تأخذ تلك الكلمات على محمل الجد؟ لقد كنت حمقاء متسارعة، ولكن تلك الأمور التي تتصل بالعار والمهانة. ريمون، هل كنت تعتقد أنني يمكن أن أتعرض لها بالمزاح؟
لو أنني كنت أعتقد أنها موجودة. أي كلمات تستطيعين أن تعثري عليها بحيث لا تبدو أمامي بمثابة تطبيق عملي لنظرياتك حول الخديعة؟ ما الذي تستطيعين اختراعه للتخفيف عنيها؟ يجب أن تشفقي علي، إنني أبعد ما أكون عن الكمال، هذا أمر لا أجادل فيه. فطباعي خشنة، لكنك حتى هذا اليوم لا تستطيعين أن تجدي سببا واحدا للشكوى مني. جزيل لقد وجدت في دائما الزوج الساهر على راحتك الذي يحبك يحترمك ويخلص لك. ريمو، أنا أيضا وفية لك، ولكنني أرجوك أن تنتظر حتى نكون وحدنا لكي أستطيع أن أدافع عن نفسي بحرية ودون التعرض لأي حرج. جيرار، فلنتركهم إذن، وأنت كذلك تعال لتستمع إليه. كلا لن يسوى الأمر حتى يعرض كل دفاع علانية بيننا نحن الأربعة. بالتأكيد. جيزيل، من منكم التي صعدت إلى حجرتها هذه الليلة بعد الأخرى؟ جيرار، لقد صعدنا معا في نفس الوقت. ما الذي تريد أن تستخلصه من ذلك يا ريمون؟ من الواضح أن التي بقيت وحدها هنا هي التي كانت لديها الفرصة لرفع الرتاج. الرتاج؟ أنا التي رفعت رتاج الباب. أحسست برغبة في استنشاق الهواء، ولا أعتقد أن في مجرد رغبة في استنشاق الهواء النقي ثمة جريمة. ليس الجانب الخطير من المشكلة في الواقع هو فتح الباب، وإنما مغادرة المكان مع ترك الباب مفتوحا. من التي تتحمل منكما هذه المسؤولية؟ كان من رأي ليونور أنه لا يوجد ثمة ما نخشاه من تسلل أي دخيل. جزيل، هل هذا صحيح؟ ريمو، صحيح أنها قالت إنها لا تقدر على عملية إغلاق الباب، ولكنني أقسم لك يا ريمو، أقسم لك بحياة طفلينا، إنني لم أرتكب ما يدعو لتوجيه اللوم إليه. وأنت هل تقسمين؟ نعم أقسم. تقسمين على أي شيء؟ على أي شيء دورين. هل رأيتم؟ في هذا الجو حيث يكون اليمين الزور، في مثل هذه الحالة حيث تدور بينكم الحرب على أشدها، فلتسترجع الماضي، ابحث عن أي إشارة. من تستطيع منكما أن توجه الاتهام للأخرى فلتفعل. أنا لا أعرف. نحن لا نعلم شيئا. إنهما تتحالفان لتسخر منا. لا تلزماننا على أن ننتزع منكما السر انتزاعا. ماذا؟ إلى أين تذهب؟ سوف أبحث عن الحجرة التي ارتكبت فيها الجريمة. نعم، حيث إن إحداكما تجذب بكل ما تملكه العاهرة ملكها، فلن نستطيع أن نتوصل إلى السر إلا إذا اتبعنا أحقر الأساليب وسألنا الخدم. والآن وقد أصبحنا وحدنا ولا يوجد ثمة إنسان يمكن أن يحس بالمهانة، انزع القناع. ماذا تقولين؟ أنت التي تبدأين الهجوم في نفس اللحظة التي نسترد فيها أنفاسنا؟ لقد كنت أريد أن أبحث معك عن ذلك السر الغامض الذي يلقي الشبهات علينا معا، ولكنني منذ اللحظة التي أدركت فيها أنك لا تؤمنين ببراءتي من هذه التهمة، فأنا لا أستطيع أن أقتنع ببراءتك أنت الأخرى. كيف تريدين مني أن أقتنع ببراءتك؟ كيف تريدين أن تدخلي في روعي أنني أنا التي ارتكبت خطيئتك؟ إنني لا أعجب لتلك الثقة التي تؤكدين بها التهمة الموجهة لإحدانا، وإنك لا تخادعين نفسك عندما تتعجلين بطرح الاتهام علي بدلا منك لتلقي بي بين مراثن هذين الوحشين المفترسين. ليونور، بيني وبينك لا جدوى من وراء هذه المهزلة. إنك أنت التي تلعبين دورا في هذه المهزلة. ليونور، إنك تقدرين ولا شك أن هنالك من يراقبنا، وأنت بهذا توجهين الكلام إلى الأذان التي تتسمع في الخفاء لتدافعي عن نفسك عندما توجهين بسرعة خاطرك الاتهام إلي أنا. ليونور،
لا يوجد من يتسمع علينا، وإن شئت تبادلنا الحديث في أمس. للمرة الأخيرة يا ليونور، حاولي أن تحصلي على صفحي وشفقتي ومساعدتي بكلمة صريحة تنطقين بها. حسنا، حيث إننا نتحدث بصوت لا يسمعه سوانا، فإنني أقول إذا لم تكوني أنت الآثمة فلا توجد خطيئة. اثبتي أن فيبرس ليس عشيقا، ولا أعرف كيف أثبت أنه لم يكن عشيقي قط. ولا يزال يوجد سر يحتاج إلى إيضاح، خطأ ولا شك جسيم. فلنفكر، فلنتصور، فلنبحث. هذا أنت يا ابن الخالة؟ ميسيونات، هل أنباك فيبرس بالقصة؟ نعم، بحكم القرابة والسن فقد طلبت منه في حديث سابق أن يخترني في الوقت المناسب لكي أتدخل. ما هو الموقف الآن؟ إن الاتهام موجه إلينا، والحصد ينصب علينا، والسباب ينهال فوق رؤوسنا. تأكد يا ابن الخالة أنني عن نفسي لا أخشى شيئا. إنني أتوسل إليكما، لا أريد أن يكون هناك صراع بينكما. إنني أقدر أن إنسانة منكودة الحظ منكما تحاول أن تدافع عن نفسها بقدر ما تستطيع، وأنها تسعى جاهدة لكي تزيد الشكوك فتنقذ بذلك عشيقا تحبه، وإنني لا أغفر لها شجاعتها الحزينة وهي تحاول أن تلقي التهمة على غيرها، أو وهي تحاول أن تتنصل منها لكي تكسب بعض الساعات أو الدقائق. هيا هيا، لا تعملا على زيادة حتة التوتر بينكما وعاوناني. أين جيرار وريمون؟ في حجرتين. لا تعطيا الفرصة لهذا الجو البارد من العلاقات بينكما وبين زوجيكما أن يستمر. لا تزيدا من قلقهما بالاستمرار طويلا في الاحتجاج. أسرعا إليهما في حجرتيكما، فهناك مكانكما الطبيعي، هناك مملكتكما. اذهبي يا ليونور، اذهبي. هل تعتقد ذلك؟ نعم نعم، اذهبي. هيا، وأنت كذلك يا جيزيل، اذهبي. ولكن هل تخشين أن تواجهي ريمون؟ لا أبدا أبدا، ولكن من الطبيعي في نفس الوقت أن أجد نفسي مضطرة إلى أن أرفض، أن أرفض لقائه بعد تلك الشكوك الفظيعة التي أثارتني. إنني أقول لك اذهبي إليه، أنتما الاثنان تستطيعان أن تفعلا ما هو أفضل. أما أنا فسوف أبقى في هذه الصالة رهن الإشارة لأجيب أول نداء لو أنك أنت أو هي بعثت في طلبي. هذا إذا كنت السبب في تعريضكما لأدنى خطر، وسوف أراقب من مكان هذا الممر إذا فكر الرجلان الموجودان الآن في الدور العلوي في التوجه إلى الرجل الذي ينتظر هناك. حسنا. ما الذي جئت لتفعله هنا مرة أخرى؟ لقد تبعتك واستمعت إلى ما قلته، وأنني أعرف أن الأمل بالنسبة لها لم ينتهي تماما، وأنه لا يزال أمامي متسع من الوقت لكي أتصرف تصرفا نافعا. تولي أنت مهمة إقناع أبناء خالتك بأن يقنعا بالخبر الذي أحمله إليهما. سوف أنتحر. ما هذا الذي تقول؟ كلا، ليس هذا مسموحا لك. سوف يعتبر ذلك بمثابة اعتراف، سوف يكون الدليل على أنك اقترفت إثما، والنتيجة المترتبة على ذلك أنك تترك وراءك متهمة. لن يزداد الأمر سوءا لو أنك كنت حاضرا وقت توجيه الأسئلة إلي من جانب الشقيقين، لأدركت بما لا يدع مجالا للشك مدى تصميمهما على التخلص مني. أنت تقتل نفسك، ولكن الواجب يقتضيك على عكس من ذلك أن تقاوم الموت طالما كنت حيا. تقتل نفسك؟ لا يجأ إلى ذلك سوى مجنون. ليس أمامي تصرف آخر أكثر عقلا أستطيع أن أفعله. منذ هذه اللحظة سوف تفرض رقابة صارمة على المرأة التي أحبها،
ولم يكن للحياة طعم بدونها، ولهذا فإنني أفي بديني مضاعف عندما أتخلص من حياتي، ذلك لأنني سوف أضحي بنفسي من أجل حب عشيقتي، كما أنني سوف أضحي أيضا من أجل شرف الأخرى وهي صديقة عزيزة. هل يستطيع موتك أن يصرف نظر الزوجين عن الرغبة في معرفة الحقيقة؟ إن كل دقيقة أحياها بعد هذه اللحظة سوف تضاعف من وساوس الغيرة لدى الزوجين، وتأكد أنهما سوف يتنفسان الصعداء عندما يعرفان أنني فرقت هذه الدنيا بلحمي وعظمي، وأنني فعلت بنفسي ما كان يتحرقان شوقا لفعله. هذا مريح. أنت لم تعد تقول أن ذلك الجنون. استمع لي إذن، يجب أن يدخل في روع الجميع فيما عدا من يعنيهم الأمر أن ما وقع لي كان مجرد حادث. ها هي الشمس قد أشرقت وحان وقت الخروج للصيد، سوف أخذ إحدى البنادق. يا صديقي، لن أتجاوز حافة البركة حتى يتسنى لهم أن يعثروا علي في الحال. سوف يتجه تفكيرهم إلى أن الطلقة خرجت من البندقية عندما شاء لي سوء الحظ أن أتعثر في إحدى الحفر. أعتقد أنك ترى أن هذا التدبير يسوي الأمور بشكل طبيعي. لم يعد أمامي سوى أن أتركك مسيو المست. يحدثني هاتف في أعماس نفسي بأن في هذا المكان امرأة من حقها أن تعرف ما أنت فاعله بحياتك. وأنا على العكس من ذلك، أستحلفك بحياتك لا تخاطر باصطلاح فكرة نميت على واحدة من الزوجتين فتتصرف في غمرة لحظة ضعف من أجلي على عكس ما يقتضيه واجب الأمان بالنسبة لها. انتظر حتى يكون الوقت قد فات، وعندئذ حينما يكون مصيري قد تحدد فلن تجد أمامها سوى أن تتفرغ لنفسها وتنقذ من الغرق حقوقها كأم ومصالحها كزوجة. ولكن ماذا يحدث لو أن خبر موتك أعلن لها دون سابق إنذار؟ ألا يخشى من أن تعبر عن المفاجأة بطريقة قاتلة وتصدر عنها صرخة لا تستطيع أن تكتمها؟ سوف تكون تلك لحظة الامتحان الصعب على كل إنسان أن يواجه تلك اللحظة، ولكنني رأيت هذه الليلة كيف استطاعت أن تتقبل ببراعة انكشاف أمرنا دون أن تسلم بالهزيمة. فرغم النظرات المحمومة التي كانت تحيط بنا لم يبدو على وجهها ما ينم عن الاهتزاز أو يعوزها الرد المناسب. لم أكن أتصور أنها تستطيع أن تصمد بهذه الصلابة عند الاختيار، وقلبي مفحم بالأمل الآن وأنا أعرف عنها ما أعرف. كفى يا مسيو نست، لا تحترد بعد، لا تعترض بعد هذا على شيء. أنت تعلم أنني أريد أن أوفر على ابن خالتك القيام بهذه المهمة، وأنني أعمل من أجل المحافظة على سمعة عائلتهم التي تعتز بعراقة الأصل. لقد كنت أنت في الواقع الذي أوحيت إلي بهذا الحل الدرامي. حسنا، كلا ثم كلا، لا ينبغي أن تنتصر العادات المتوحشة في هذا المكان. يجب أن تسود العدالة، فلا ينبغي أن يتجاوز العقاب حجم الخطأ. لا ينبغي أن يكون التكفير عن الذنب بالنسبة للبسمات والقبلات والمداعبات معادلا للقتل بالسم أو قتل الوالدين. كلا، لا أستطيع أن أتحمل من الناحية الإنسانية وزر المشاركة في دفعك نحو الموت. أنا الذي عشت حتى أرض العمر مستمتعا بالراحة والشرف بعد أن افترفت أضعافا ما اقترفته أنت من الإثم. لقد كنت عشرات الأزواج كما كنت زوجتي، وقد اعتقدت أنني أستطيع أن أصفح عندما تقوم هي بدورها. يا هذا ما الذي تستدرجني لأقوله؟ لا ترثي لحالي أكثر من هذا، إنك لا تعرف طعم الحب الذي نموت من أجله. إنني أنا الذي أخفي لحالك. اسمع، إنني أسمع وقع دام تقترب، خذ حذرك. وداعا. دع هذه البندقية. وداعا. كلا، لا أقول وداعا. مع من كنت تتحدث؟ أيها الشاب، أيها الشاب. عما كان يبحث؟
سوف أروي لك كل شيء بعد قليل، ولكن لا تستوقفني الآن. ما سبب هذا الصراخ؟ أخيرا يجب أن توضح الأمر. فليكن، فلتعلم إذن البشاعة التي توشك أن تقع. لقد ذهب ليقتل هسه، ولكنني سوف أحاول أن أمنعه. وما هو الدور الذي تريد أن نقوم به؟ لن تغادر هذا المكان. ماذا تقول؟ أتريد أن تشركني في هذه الجريمة؟ اذهب أنت لترى أين هو. لقد تجاوز الآن بيت الحارس. إنه يقفز بسرعة الزئر. لقد اختفى. أقسم على الأقل أن اتهاماتكما غير مؤكدة التي تكسم ببشاعة على كاهل امرأة بريئة. أقسم لي إن الأفكار السيئة التي تصاحب هذه الليلة سوف تدفن مع الرجل الذي سوف يعود إلى التراب. ما الذي يستطيع موته أن يغيره بالنسبة لشكوكنا؟ والمثل الذي يضربه لكم أيدخل في حسابكم على أنه لا يساوي شيئا؟ ألا تستطيعان أن تضحيا بشكوك مبهمة وظلم لزوجتيكما في حين أنه وقد باد بحياته من أجل خلاص الجميع؟ يوجد اتهام موجه على الدوام لسيدة. لقد لقي جزاه. ألا تحسان ببرودة الموت وقد تضاءلت أمامها كل مهاترات الأحياء بحيث لم تترك لهم سوى الصمت؟ ما الذي حدث؟ جزيل علي، تعال جزيل، تفي أمامي هنا حتى أراك وأنت تستمعين إلى النبأ. ماذا حدث؟ من الذي أطلق هذه الطلقة على مقربتي من البيت؟ قتل بيبارس نفسه. ربما لم يكن قد رفض آخر أنفاسه، يجب إنقاذه. أنت؟ أنت التي تحتاجين إلى رؤيته مرة أخرى؟ إذا فقط كنت عشيقته. كلا، أكررها مرة أخرى، كلا، ولكن أفتح لي الطريق. وقع حادث لصديق السالة، اشتبك جناد بندقية جناحة لفروع شجرة كبيرة فانطلقت الرصاصة. اذهب إليه وارفعه من مكانه، سوف نتبعه. يوران، لعله لن يموت معه. لقد استقرت الرصاصة في القلب تماما. لقد مات، انتهى كل شيء. جنار، اخنقني يا جنار، اخنقني. لقد كان عجيب. تجرم فاسقة، فاسقة. لم تحصل على الانتقام الكافي، انها ام طفلي. اترك، انه القاضي في هذه القضية. لن اقتلك، لن اقتلك. اتفعل ذلك بدافع الشفقة في الموت الخلاص. لن اطاردك بعد هذه اللحظة، سوف استطيعك لأرغمك على مواصلة الحياة. كلا، ولكن هل أعرف كيف أموت وحدي؟ توجد جثة هنالك وهنا دموع أسيرة، وأنتما يأكل حسد قلبيكما، وأنتما تفكران ولا شك في أن تعيشا مع الناس وأن تكون دوما مع الخير. جزيل، 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 اصحى يا جزيل، اصحى يا عيني يا جزيل، اصحى يا عيني. هؤلاء هم رجال عالمنا الذي نعيش فيه، الذين يثبتون على مر العصور سيادة الحياة الزوجية، حيث يجدون في تلك الحياة السلاح الذي تمسك به اليد كما تمسك بصولجان الملك. كذلك نحن الآخرون، الأصدقاء المخلصون الذين يحترمون الحياة، نحن الآثمون يزنون، الذين يرعون نوازع الضعف التي تلازم جنسنا على أيدينا نحر. سوف ينتهي حكم قاضينا.